ولتدهور الأوضاع الأمنية داخل اليمن خلال الفترة التي تبعت الثورة اليمنية وعدم استقرارها حتى اليوم، كلف المتوكل وزيراً للداخلية لأكثر من مرة ليمسك بتلابيب الأمور وبقوة ويتميز عن غيره ممن تولى وزارة الداخلية حتى اليوم وبشهادة الجميع. نجح فيها في وزارة الداخلية، أفضل وزارة، أفضل وزير. سمعت أنه حقق كل ما يطلبه اليمنيون، وأخذ حب اليمني لأنه كان عنده خبرة، وكان يعني يدير الوزارة بإدارة بذكاء وبحكمة، حتى أخذ يعني احترام الناس وتقديرهم. هو رجل، كان رجلا عظيما، يعني كل اليمنيين قالوا وزارة المتوكلة الداخلية هذه أفضل وزارة قد تحققت. فهو كان رجل عظيم، يعني أدارها بإدارة بحكمة وبصدق، يعني بدون مجاملات. حتى المشايخ والشخصيات اليمنية يعني في حدود، يعني هو هم يحترموه ويقدروه، لكن مش يعني يفرط في النظام والقانون أو يجامل أحد. ما بالله كلها تمشي على ما هي، وكان إذا قدوه يوجه ولا يرسل إلى جهة ولا على طول تمشي أوامره ولا رجل ما يجاس بغيره في الأمن في الدولة من بداية الثورة إلى أن لقي ربه، فهو كامل الصفات، أحد يحتاج إنه يقول يماثله أو يقول أو يزايد أو كذا، فهو رجل ما أحد إثبت قدرة مثله، لا في عمله في الداخلية ولا في المعارك ولا في المسؤولية في الوزارات والأشياء المدنية ولا أيضا في السلك الدبلوماسي، هذا ما أعرف عنه، ولا الشرح طويل ما هو. فهذا الذي أعرف عنه أنه عديم المثال، لا سياسيين ولا قيادات ولا شيء، هذا أمثاله لا يوجد. وكان يوقف أشياء وخلافات بحناكته وشجاعته، لأنه كان شاجع لا يخضع للآراء أو التوجيهات، وكان يصل إلى ما يريد ينفذ مطالبه. فهذا الذي أعرف عنه، والله يرحمه. ولن تمتلك اليمن من يقوم بدوره لا من سابق ولا من لاحق، هذا الأمان. كما تم تعيينه محافظا لمحافظة إب، فراح يضع فيها بصماته التي لا تنسى، فكان يقضي جل وقته في التخطيط والتنفيذ في مختلف مجالات العمل التنموي في جميع محافظات الجمهورية وليس في منطقة بعينها. تزاملت معه في، كان في إب آخر مرحلة في إب، هو جاء، كنت أنا ماسك المسؤولية في المحافظة، وهو كان هو في الخارج، فعاد إلى هنا وخيروه أي محافظة تريد. هذا كما قال لي، هو قال أنا أريد إب. هذا بيكلمني عندما أول يوم استقبلناه في الطريق، وللأمانة هو يحيى استطاع أنه يغير في واقع النمط الإداري والنمط الاجتماعي الواقع على الركود. عندما مسك
وزارة الداخلية أكثر من مرة ومسكها. كان يشعر المواطن حتى أن فيه دولة هنا وجود يحيى. وإحنا حتى في المناطق، أنا كنت مستمر في إب، كنت أجد أنه في معانا من تحصله يحيى متوكل وراء كل ما تريد أن توصل إليه. فهو الذي أسس، الذي أسس الأمانة، هو اللي أسس ما يسمى المدن، هذا يسموها صناديق التحسين، التحسين وخدمة المحافظات كثيرا. هو الذي بنى الإصلاحيات في المحافظات وفي الداخلية، وبنى السجون المركزية هذه الكبيرة الضخمة التي نفعت اليمن، وهو الذي أنشأ المطافي هذه، هو مد شبكات الطوارئ عندما يحصل حريق ولا شيء يستطيع الإطفاء أنه يعبي بسهولة. يعني أسهم في الجانب التنموي هذا بشكل كبير، حتى في الجانب التنظيمي. هذا المؤتمر الشعبي العام وذا هو كان هو القطة المحور الذي يديره والذي يستقطب العامة إليه. فكان عاملا مساعدا ورئيسيا في إمداد صنعاء بالخضرة والأشجار، أشجار الزينة. فكان يعشق الزراعة ويعشق الجمال، وما حديقة منزله إلا نموذج. الأهم من هذا لك الشجع ودعم إنشاء أكبر تجمع زراعي في الجزيرة العربية، وهو مجمع الجر لزراعة الفاكهة المانجو وبعض الأشجار الأخرى. منطقة صحراوية جعل منها غابات من أشجار المانجو، وباستخدام أساليب لا يدركها أحد، لأنه ليس المهم الأرض بالدرجة الأولى أو ثمنها البسيط، وإنما من يفلح هذه الأرض. فجذب العديد من أصدقائه ومن لهم يملكون من المال لزراعة مساحات واسعة في الجر في منطقة حبس. إيش الهدف من هذا؟ قلت له لماذا هذا؟ قال عندما يأتي 100 إلى 100 متمكن من زراعة هذه الأرض سنشغل آلاف العمال ونقيم أكبر سكان وأسر تعيش على هذه المزارع، والأهم من ذلك نحن على مقربة من الحدود السورية.